بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظات البسيطة نعيش لحظة صفاء جديدة مع شخصية من الأعلام في القرن الثالث الهجري، نعيش معها لحظة استحضار النية، وكلنا محتاج لاستحضار النية في عمله وفي قوله وفي جميع حاله. إننا نعيش مع منصور ابن عمار ابن كثير الواعظ الشهير، الذي كان في الموعظة والتذكير عديم النظير كما قال عنه المؤرخون وأهل السير. وقد كان من الذين يرعون هذه الآية حق الرعاية: إن عليك إلا البلاغ، وما علينا إلا البلاغ المبين. كان صاحب كلمة بليغة، هذه الكلمة ما أوتيها إلا باستحضار نية وصفاء سريرة وطوية وإخلاص. ولذلك ملئت سيرته في بغداد ودمشق ومصر وجميع الأقطار. تقول القصة على لسان منصور بن عمار، يقول: خرجت إلى مصر، ويقصد بها القاهرة، خرجت إلى مصر وواليتهم يوم جمعة والناس في قحط شديد، وإذا بهم يصلون الجمعة، ثم خرجوا إلى صحن المسجد مفتوح إلى السماء وأخذوا يضجون بالدعاء والبكاء إلى الله أن يمطرهم شيئا. يقول: فاستحضرتني نية عجيبة وهو قادم من سفر ولا يملك شيئا. يقول: فجئت إلى صحن المسجد وإذا بي أقول: أيها الناس، تصدقوا، فإن الله عز وجل لا يتصدق بشيء إليه إلا أعطى ومنح. يقول: ولم يكن عندي إلا الكساء الذي علي، فخلعته وفرشته وقلت: هذا جهدي فيما أتصدق به، فتصدقوا بارك الله فيكم. يقول منصور بن عمار: فما هي إلا لحظات حتى جاءت النساء بقروطهن وذهبهن، وجاء الرجال بما عندهم من بقايا أموال، ورموها حتى امتلأ الكساء. ثم يقول: وما هي إلا لحظات حتى غيمت الدنيا فأنزل الله الأمطار وخرجوا يمشون في الماء والطين. يقول: وكان قاضي مصر في ذلك الوقت الليث بن سعد، ومعه الشيخ ابن لهيعة، وهو إن كان أحد المحدثين الضعاف لكنه ورد في هذه القصة. فأمر بهذا الكساء وعهد به إلى شخص للتوزيع، ثم أحضر منصور بن عمار. قال: أنت الذي فعلت ذلك؟ قال: نعم. يقول: فخرجت إلى الإسكندرية وظللت أطوف بالحصن هناك حتى رمقني رجل فقال لي: أنت الرجل صاحب الكساء في القاهرة في مصر؟ فقلت له: نعم. قال: ويحك، لقد صارت بعدك فتنة. قال: ما الذي حصل؟ قال: ظنوك الخضر، دعوت الله فأجابك. قال: والله ما أنا إلا عبد مسكين مخطئ. قال له: اذهب إلى مصر. فذهبت وأحضرت بين يدي الليث بن سعد، فشكرني ووهبني 15 فدانا من الأرض. هذه كرامة ومزية حصلت لهذا الرجل الصالح فقط باستحضار النية. نكتفي بهذا القدر.
من هذه الحادثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.